نائب محمد الشورى وهو عضو لجنة التعليم. يعني البعض يتحدث ومنهم سيادة النائب عن بعض الضوابط التي يجب أن تكون يعني في إقرار هذا القانون، قانون الضريبة على القيمة المضافة. خليني أعرف رأي حضرتك وإيه ممكن تكون هذه الضوابط. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لقانون الضريبه المضافه، اي واحد يسمع قانون ضريبه مضافه ان 14% طبعا من المواطن اللي ما قراش عن القانون هيقول فعلا ان الضرائب هتزيد، ان السلع هتزيد، لكن يا جماعه القانون الضريبه المضافه مقترن بازاله ضريبه على المبيعات، ضريبه على المبيعات في مميزات كتير، وإذا كان في سلبيات فممكن حاجات بسيطة جدا، وإن ظهرت أثناء التطبيق ممكن نحن كمجلس نواب ده دورنا، مش معنى أن احنا أصدرنا قانون النهاردة أنه أصبح قرآن، لا، سهل جدا أن احنا مع تماشيا مع احتياج المواطن أن احنا نعدل فيه. لكن قانون الضريبة المضافة في مميزات، في استثناء سلع كتير جدا، سلع الغذائية، التعليم، أساسيات المواطن اللي بيحتاجها، المواطن المحدود معفاة من الضريبة، الصادرات معفاة من الضريبة، الواردات داخلة الضريبة، فبالتالي احنا بنشجع الصادرات وبنحد من الواردات. برضو يعني في حاجات كتير برضو فيها مميزات، زي ان هي بتساعد على الرأي المؤيد بيقول انه بيعالج تشوهات في منظومة الضرائب بشكل عام، هذا القانون يجب فرضه يعني للصالح العام في منظومة الضرائب بالذات. طبعا، لان طبعا احنا بقالنا سنين كتير جدا علينا مشاكل بالنسبه للضريبه على المبيعات او الضرائب العامه، ان احنا مش قادرين نطبقها بحيث فعلا ان اللي عليه ضرائب يدفعها، اللي ما عليهوش ضرائب ما يدفعهاش، لكن مع هذا القانون ان شاء الله كله يكون متساوى في تطبيقه.